مع كل زيارة يقوم بها الوفد الأمني المصري لقطاع غزة واجتماعاته مع الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة الكبرى والفصائل الفلسطينية، تصبح التوقعات باقتراب تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال هي الأرجح، وهذا ما تراه حركة حماس. الزيارات المتتالية للوفد الأمني المصري تأتي في إطار وسطتها بين المقاومة وبين الاحتلال لتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة. هناك تقدم في هذه الاتصالات، أعتقد أن استمرار المسيرات بطريقتها السلمية الجماهيرية هي التي ستضمن تحقيق كل مطالب شعبنا الفلسطيني وتنجح الجهد المصري في هذا المجال. فصائل أخرى رأت بأن التهدئة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمرور على إتمام المصالحة الفلسطينية التي إذا ما أنجزت تفتح الآفاق لحل ملفات عدة. بالتأكيد نحن أمام ملفين أساسيين، الملف الأول هو إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الأسود، الملف الثاني هو تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وكسر الحصار الظالم. نحن في الهيئة الوطنية وبالمقدمة بالأساس أنا كعضو في الجبهة الشعبية نؤكد بأن المدخل الحقيقي لحل كافة الأزمات هو إنجاز المصالحة. أما من يتابع المشهد الفلسطيني والجولات المصرية المستمرة يرى في أن التهدئة أصبحت قاب قوسين أو أدنى. لقاء الوفد المصري بالهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار هذا بالتأكيد مؤشر مهم، لأن هذا اللقاء لن يكون لقاء بروتوكوليا، هذا اللقاء ستعلن مصر لهذه اللجنة حقيقة ما يجري وحقيقة ما وصلت إليه الأمور، بمعنى أنها ستطلعهم على طبيعة الاتفاق الذي ربما يعني بات يعني قريب التوقيع بين حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي من خلال القاهرة. مخرجات لقاء الوفد الأمني المصري في غزة ستحدد طبيعة المشهد الفلسطيني القادم الذي يتراوح بين الانفراج أو الانفجار. بين كل هذه التوقعات يبقى الشارع الفلسطيني ينتظر الأخبار التي يمكن أن تنزع فتيل انفجار كاد أن يسمع صداه منذ زمن لولا وساطات عدة أبرزها الوساطة المصرية. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.